أنا امبارح مشاهدينا، نبقى في أجواء كأس العالم، إذ بدأ يوم أمس عرض سلسلة مونديالنا العربي. والتي أنتجها القسم الرقمي في التلفزيون العربي، والتي ستعرض على مدار 9 حلقات تبث يوميا، وتصحبكم فيها العداء القطرية مريم فريد لتعطيكم صورة مقربة عن قطر. ستكون دليلا يقدم المعلومة لكل زوار المونديال عن الملاعب والأماكن والفعاليات التي تصاحب الحدث الرياضي الأعظم في العالم. نتابع. هاي أنا مريم فريد في قطر، ومن هني بديت أسابق الوقت والقفز فوق الحواجز لتحقيق أحلامي وإلهام أجيال المستقبل. ببساطة، منذ الصغر بديت أكتشف العالم من حولي وتحديت اللحظات الصعبة. هنا احتفلنا بالفوز باستضافة المونديال، وكانت فرحتنا وايد كبيرة بهذا الإنجاز الاستثنائي لنا كلنا. رؤية، ابتكار، شغف، تألق، استدامة، تراث، عزيمة ونجاح. هنا بتكون رحلتنا خلال كأس العالم قطر 2022، رحلة من العمر، وأنا هني بكون دليلكم لتحقيق ذلك. فكونوا على الموعد واربطوا أحزمتكم من الحين واستعدوا للانطلاق في رحلة لن تنسى. أهلا بكم في قطر، أهلا بكم في مونديالنا العربي. ومعنا في الاستوديو مريم فريد، العداء القطرية المتخصصة في سباقات ال 400 متر، وهي أول لاعبة ألعاب قوى قطرية تحترف في الخارج، وهي مقدمة برنامج موندياله. أهلا وسهلا بك في استوديوهاتنا، في استوديوهاتك أيضا كمان. صباح الخير. صباح الخير مريم، أهلا بك. يا هلا فيك. خبرينا عن برنامجك. أول شيء برنامج، انا اسفه للمشاهدين صوتي شوي تعبان، خلينا نربط الاحزمه اول. تمام تمام. مونديالنا هو مع فريق رائع من انا العربي، احييهم على مجهودهم. اول شيء احنا فريق كامل بنينا مجهودنا على نبين احلى صوره للعالم العربي عن قطر والمونديال والاستادات واللي حول الاستادات. هو تقريبا او هو بالضبط دليل للعالم العربي عن قطر. يعني انت تقدر تفتح فيديو واحد تعرف مثلا لو انت في استاد الجنوب او استاد خليفه ستاديوم، تقدر تشوف وين تقدر تروح جنب، تقدر تروح بيلاجيو، تقدر تروح المحيط اللي حول الاستاد، شنو البدائل اللي موجوده اللي تقدر تسويها في الوقت الفراغ او في الوقت اللي تبي تغير جميل. وجهات. هل هناك معلومات أيضا أم يعني قطر كما لم يعرفوها من قبل، كيف السردية ستكون؟ السرية هو البساطة اللي موجودة في البرنامج. يعني أنا طالعة كرياضية في نفس الوقت عداءة، وأقدم للعالم أنه إيه تقدر تروح مثلا من خليفة ستاديوم للمترو مشي، بس تحصلوني انا اركب للمترو مثلا. ففي شوي من الـ ما بيقول من خفه الدم شوي، انه مع الجمهور انه كل شيء حلو، كل شيء سهل، نرحب يعني فيكم. يعني بساطه بالبساطه، وفي نفس الوقت نبي نرحب بالناس، نبي نقول لهم ترى الموضوع وايد سهل، انه مثلا تتنقل من مكان لمكان، تعالوا شوفوا قطر. والناس اللي ما ياتهم الفرصه ان يجون قطر بيكون لهم فرص كثيره بعد المونديال اكيد انه يجون وينورون. هل في مواكبه ايضا لتطورات المونديال؟ اكيد في تطورات قاعده تصير. احنا
يوميا لو غيرنا لوكيشن ورجعنا للوكيشن اللي قبله، في تغييرات قاعدة تصير، في تطور، في أشياء جميلة قاعدة تصير، من سواء من المترو، من الفعاليات اللي قاعدة تصير، من في فعاليات في كل مكان. يعني احنا ما شاء الله كان كل شوي نصور في مكان نحصل فعاليات، نحصل جمهور. يعني قابلنا أمس جمهور من الصين، ناس جاية من دول مختلفة، جايين من قبل المونديال قاعدين يصورون، قاعدين، فشيء جميل. طيب يعني إن هل الموضوع موضوع فقط تعريف وأماكن بطريقة سلسة بسيطة تحمل كما ذكرتي طابع رياضي، بسمة موجودة، الترحيب بالقادمين، هل هناك من مثلا التعريف بالإرث، التاريخ، العادات في أكيد في قطر؟ كل شيء تكلمنا عن العادات جميل. والتقاليد، الثقافة، تكلمنا عن التاريخ. يعني في مجموعة كبيرة من التاريخ بس المبسطة، يعني مو بتاريخ، هو تاريخ يقول لك المعلومة بس في بطريقة نفس الوقت بسيطة، ينقلك بطريقة على مكان ثاني. ترفيهية مبسطة. كيف لقيتي أجواء قطر، تفاعل الجماهير من مختلف الجنسيات مع هذا الحدث الكبير والذي نعيشه الآن في الدوحة؟ بحب وبكل، احنا طبعا كنا متحمسين، او كل اللي موجودين احنا متحمسين. باقي اقل من صحيح. 7 ايام الحين على كأس العالم، كان 12 سنة، الحين وصلنا 7 ايام، وبعدين شوي شوي بيقرب. الحماس جدا عالي، الكل جاهز، كلنا مرحبين بالناس من انحاء العالم، نعم. بتنورونا، بتنورون قطر ومونديال العرب، ومونديالنا كنا ومونديال العرب. هاي أول تجربة إعلامية لك مريم، صحيح، هل ستكررينها في برنامج ثابت؟ ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا. انا دائما كرياضيه دائما اكون مستضافه كلاعبه لكن كمقدمة لا كمقدمه لا، ما لا تشجعيها، لا تاخذ لا لا لا، انت الخير والبركه. شكرا كثير لك، نتمنى لك كل التوفيق طبعا، ولنا ايضا كل الامنيات بالتوفيق على هذه، وخاصه الاحداث التي نعيشها الان والفعاليات، هناك فعاليات كثيره ايضا في مرافقه لمونديال قطر، كل التوفيق طبعا للمنتخبات نتابعها ببرنامج مريم العربي اكيد ان شاء الله تابعوها، وهي آلة اربط الاحزمه ايضا.